على كل حال كانت مباراة ما كناش نتوقعوها، يعني كنا نستناو لي كونتر ديالهم. انا تكلمت بزاف على الكرات المضادة، يعني لي كونتر اتاك ديالهم في الشوط الاول، وتكلمت عليهم بين الشوطين. كان الشوط الاول لينا، كان تقريبا اجماليا كانت اللعبة لينا، يعني ضيعناها في الشوط الاول، ضيعناها في الشوط الثاني، ضيعنا فرص خاصة في الشوط الأول. كانت يعني كانت تحكيم، كنا حاكمين في لا ميتريز تاع الكرة، كنا حنا ميتريزين الكرة، هما كانوا البروسيدي بار كونتر، وكنا محضرين رواحنا. يعني بدينا 3 ديفونسور، ومن بعد رجعنا 4 ديفونسور، بدلنا الخطة واحد 3 ولا 4 مرات في المباراة. جانا ان كونتر، كنا يعني ماشي كنا متوقعين يكونوا لي كونتر اتاك، لأن خلينا المساحة ومشينا، مشاو الدراري للامام. كان واحد خلل بين الدفاع وبين الوسط الميدان، وسط الميدان ما كانوش يرجعوا بزاف، لذاك كنا نتلاقاو المدافعين ديالنا كل مره نتلاقاو 2 ضد 2 او 3 ضد 2، او هذا اللي صرا. حاولنا نصلحوا، درنا تغييرات كلها هجوميه و ما عطاتش اكل تحالي، كانت لان كانت المباراه قريب سالات. كنا في الدقيقه 85 ولا كنا خذينا هدف، كانت صعيب الرجوع. نعتذروا من الجمهور ديالنا، نعتذروا من المكونات تاع الفريق ديالنا، ونعدوهم باش نخلفوها ان شاء الله في اقرب الاجل. نهار تاع اليوم عندي 22 يوم، هذا اللي كاين في الفريق، وكانوا عندنا لاعبين في المنتخب، يعني ما جاوا في الثلاث ايام الاخرين. كانت يعني كانت عندنا ظروف اللي صعيبه باش نخرجوا اون ايكيب كومبيتيتيف. يعني لا غيرنا الخطه هذيك، يعني تاع خدمه ماشي تاع اي مباراه. نقدروا نبداو بثلاث مدافعين، ومن بعد وليت باربعه مدافعين، ومن بعد رجعت بثلاث مدافعين، ومن بعد درت 3-5-2 ولعبت 4-4-2 3-1. المهم ان التنشيط هو الصح. كلام تاع هذا السيستم سهل، لكن التنشيط ديالو هو اللي لازم يكون مهم بالنسبه للفريق ديالي. شوف الفريق ديالنا راهو اخر فريق حبس في البطوله، وتفهم يعني تفهم ديريكتومون. لاش البدايه حاولنا باش نديروا دم جديد، حاولنا باش نبدلوا خطه باش نرتحوا بعض اللاعبين. لعبنا شوط اول مزيان، لعبنا حولنا باش نماركي وانا با ماركي، اون اي ان كونتر تقول بنا في الكونتر، حبينا نرجعو ما قدرناش نرجعو، كانوا سدوا علينا. ومن بعد فوالا سيتو هذا يعني. لا كاين بالنسبه للاعبين اللي كانوا، كاينين اللي ما كانوش كاليفي، ما جاتش لا كاليفيكاسيون ديالهم، وهذا ما كان، هذا هو السبب. ما عندي حتى سبب، انا عندي اللعب لازم نلعب 10، انا عندي 26 لازم نختار 10. سي دي سيركونستانس دو جو، راهو سي دي سيركونستانس دو جو. ما مرة انا طلبت من اللاعبين تاع الوسط باش يطيحوا في 18 متر شاك فوا يكون عندنا البالون، باش هما لي بلونجيو في 18، لي دو ميليو خليو كان مدن وراهم وهما يبلونجيو في لي 18 متر. مشاو بالوقت، يرجع الرجوع صعيب، يولي الرجوع تاعهم صعب، كيصعب الرجوع تاعهم بيان سير باش يكون خلل في التوازن.